نحن الآن وسط مدينة جندارس، حيث يحمل الأهالي هنا قتلاهم الذين قتلوا أمس في جريمة مروعة شهدتها المدينة أثناء الاحتفالات بعيد النوروز. المدينة شيعت 5 جثامين قتلت يوم أمس، وانتقلت الجثث من مدينة أطمة إلى مدينة عفرين، ثم عادت مجددا إلى مدينة جندارس في تشييع مهيب شارك فيه الآلاف من الأشخاص المتواجدين في مناطق ريف حلب الشمالي، كردا وعربا من مختلف القوميات. المطالبات واضحة في هذا التشييع، تشير بشكل مباشر إلى إخراج الفصائل العسكرية من مدينة عفرين ومن ريفها، وربما إدارة المنطقة بطريقة مدنية، لربما الوجود العسكري لا يشعر السكان بالأمان، لربما لديهم مطالبات بأن يقتل من قتل أبنائهم، أن يحاكم محاكمة عادلة، أن يحاسب المتورطون بشكل مباشر. الآن كما تشاهدون في الشاشة ورائي، امتداد المظاهرة كبير جدا، والجثث المحمولة على الأكتاف مغطاة بعلم كردستان. هذا هو حي الصناعة الذي شهد منذ شهر تقريبا أو أكثر بقليل يعني إحدى أكبر النكبات الطبيعية في مدينة جندارس، وهو الزلزال الذي تسبب بمقتل المئات وربما الآلاف من أهالي مدينة جندارس وسكانها. الأشخاص الذين قتلوا يوم أمس هم يسكنون في هذا الحي الذي شهد النكبة، ويعني هم يقولون أن نريد أن ننهي النكبات، أن تكون الإدارة للمنطقة إدارة حقيقية لأهلها، بعيدا عن السلاح، بعيدا عن التدخلات الخارجية. من مدينة جندارس شمال حلب، مازن أبو تمام، حلب اليوم.